عن حق ابن عمي؟ لك انا عم بمزح ام شكور؟ شبنا؟ يعني يامي الباشا سمح لك انه انت تفتح الدكان؟ طبعا سمح لي افتح الدكان واشتغل فيها كمان. والله العظيم هذا احلى خبر سمعته. مشان شكور؟ شو مشان شكور؟ ايمتى بده يطالعوه من الحبس؟ لا يكون لك فكره يا ام شكور، وعدتني انه رح يطالعوه. يعني ايمتى؟ بهاليوم بهاليومين؟ ايمتى؟ يعني عن قريب قريب، لا يكون لك فكره، خلص باذن الله بده يطلع. يعني ايمتى تقريبا؟ ما فيك اللي وقت يعني ام شكور؟ الله يوفقك. شو بنا ام شكور؟ حاجه نق وسق بقى، خلص قلنا لك وعدنا انه رح يطالعوا عن قريب. هاي الشغله بدها توقيع وبدها خطومه وبدها شغلات كثيره، مو مثل ما انت فكرتيها. خلص رح يطلع يعني رح يطلع. ايه ان شاء الله يعني، بس امتى رح يطلع يعني؟ علينا ام شكور؟ ام شكور؟ لا تنسي لي بدني، وعدني انه يطالعوا. تا والله يا ابي وطلع لك كلمه عند الباشا. لكم لا تعرفي انه ابوكي الحلاق ابو شكور كلمته ما بتصير تنتين عند الباشا؟ لكان يا امو لكان، هذا ابوكي ابو شكور الحلاق اللي على سن ورمح. بهي صار بدها حفله كبيره يا ابي. شو ما سمعت؟ ليش بدها حفله كبيره؟ شو هالبعثه هاي؟ امي من وشي، امي ساوي لي كاس شاي. امي حاضر يا ابي، عادي انا وياك. حصلتي عليهم؟ ما بيعرفوا مين أبوه، ما بتعرف مين جوزها. لك أنا الحلاق أبو شكور حلاق البشوات. أنا رح أبعت لك كل الطلبات اللي طلبت فيها مع عتريس. لك الله يسلم إيديك يا تاج راسي، تقبرني؟ أنا كيف عم أقول إذا فيني اليوم بس تزور أهلي؟ لا لا ما في مجال، لا تروحي. ايه تقبرني بس أنت قلت لي، وأنا فيني روح إذا أنت سمحت لي يعني. لك ما بكفي أبوك فضحني عن رئيس الكراكوني وقال لهم إني متجوزك. ليش شو فيها إذا عارف ابن عمي؟ بتعرفي إذا انتشر الخبر بالحارة؟ أنت ما عاد لك قاعدة عندي هون بنوب، فهمتي؟ يو وأنا شو دخلني تقبرني؟ لا دخلك. وأبوك خد بالاتفاقية اللي بيناتنا وفشل سر؟ ها؟ إيه بس يعني. لا خليكي باركي على يطائك، لا تحكي ولا كلمة لحتى أعرف شو بده يصير معي بهالفضيحة اللي هي سببتوا لي إياها. ولا يوفقك ولا يوفق أهلك. في ولي على أنتي، ما في أسهل من كلمة الطلاق بلسانك. أنا لازم أعمل مثل ما قالت لي أمي، ما يخرب بيتي. طولت امبارح بالسهرة ابن عمي؟ لا مو كتير. شلون يعني مو كتير؟ أنا ضليت عم بستناك لأذان الفجر وحضرتك أنت ما شرفت. شو رأيك بصرف أنا ومعد لك في البيت وحط ملاية على راسي وما اتحرك غير من الشورة؟ لا تقبرني أنا مو أصلي. وصال ضبي لسانك وما تتدخلي بأمور غيرك، فهمتي؟ أنا حر، بروح ما بروح، بتأخر ما بتأخر، ما تتدخلي فيني، فهمتي؟ فهمت ابن عمي. بس يعني أنا لازمني مصاري. لشو المصاري؟ بدي أنزل على السوق، لازمني شوية غراض. ولشو الأغراض؟ يا ابن عمي، وأنت من أمت كنت تسألني يعني؟ أجليها شوي، هلأ ما معي مصاري. شلون يعني ما معك مصاري؟ وين شغل الحمام؟ الشغل دائر، طولي بالك علي شوي. والذهبات يلي أخذتهم من أخوك؟ هدول مستحيل مد إيدي عليهم، مخبيهم. بركة مرته جابت صبي، ساعتها بجوز طالبني نص حق البيت، فهمتي هلأ؟ فهمت ابن عمي، فهمت. أنا رايح على الحمام، بس مصحي الأولاد خليه يلحقوني. أمرك ابن عمي، تفضل. الله ييسر أمورك يا حق، مع السلامة. الله يسلمك. لك يا عم شوم عليك، وين بدك تودي وشك إذا عرف أولادك؟ بس يا عم شوم شرف مختار، وهي رزقة سهرة مبارح. بس هدلوزكو؟ ايه مختار، يعني لا تنسى انه لسا الباشا بده ياخد حصته، والشباب اللي عم يشتغلوا مع مني بده ياخدوا حصتهم، يعني انا ما بيبقى لي من الجمل الا ادنه. بسيطة ماشي الحال، بس ويلا
عليك منه لو فارسها لساته مريقة بتري أمرك مختار راح أفضيلك يا على الأخي ولا تخاف من حدا خلي قلبك قوي أنا معك وبصفك لعينيك مختار لعينيك أودعنا الله معك مع السلامة يلا ناح ناح والنقط اللي جابه الباشا يا عبد تحسين شي بياخد العقل ولا الحرير الحرير الأصلي ولا الحلو لا تقولي لي لا تقولي لي كل شي مقطيبه معلوم حكمة خانم هذا الباشا يعني مو معقول يجيب حي الله مو مثل ويصان وانطلعت عبد تحسين لا تجيبي لي سيرتهم هدول الاثنين بنزلزل بدني ها حكمة خانم شو سبب زيارة الباشا يو شبكي ام تحسين شو نسياني انه انا جايبه توم بنات بياخذوا العقل اه يعني بس بنته كوثر اجت وقامت بالواجب وما قصرت ومو من عاده الرجال يجوا وينقطوا هي شغله النسوان ام تحسين انت اللي ما بتعرفيه انه ابي كان رفيقه لابوه للباشا والباشا نفس الشيء وابي له عليهم افضال كثير فاجى لحتى يرد له جزء صغير من جمايله ايوه بس هيك ما ايه بس هيك ام تحسين شبكي مستغربة شو نسياني انه انا حكمة خانه ولا ما بيلبق لي ليكون ما بيلبق لي لا 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 العفو العفو ما قصدي هيك يعني اطمنيني شلون صغار ان شاء الله بنام ناح ناح